دعم دولي وعربي متواصل للحكومة اليمنية دون معالجات حقيقية في الجوانب الخدمية والاقتصادية والتي لم يلمس المواطن أي أثر لها في حياته المعيشية، مما أثار عدداً من التساؤلات أبرزها أين تذهب كل هذه المنح المالية المقدمة للحكومة؟ نبدأ نشرتنا بمحورنا لهذا اليوم، زيارة وفد البنك الدولي إلى عدن. أهلا بكم. عقدت في العاصمة عدن جلسة مباحثات رسمية رفيعة المستوى بين الحكومة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية برئاسة رئيس حكومة المناصفة الدكتور معين عبد الملك والمدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي الدكتور ميريزا حسن، وبحضور نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج. وخلال المباحثات جرى استعراض مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والخطط المستقبلية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة ودعم قدرة الحكومة على التعامل معها وموازنة الاستجابة الطارئة والتدخلات التنموية بما يحقق الاستدامة وتوفير فرص العمل والتركيز على قطاعات الخدمات الأساسية، إضافة إلى استفادة اليمن من تخصيصات محفظة إيدا. وأكد وفد البنك الدولي أن برامجهم ستستجيب للأولويات التي قدمتها الحكومة في جانب الأمن الغذائي والقطاعات المنتجة للدخل مثل الزراعة والأسماك وقطاع الخدمات والموازنة بين الاستجابة الطارئة والتنمية، إضافة إلى دعم مؤسسات الدولة لاستعادة دورها وتنمية إيراداتها ودعم صمود القطاع الخاص. قال رئيس حكومة المناصفة الدكتور معين عبد الملك خلال مؤتمر صحفي إن المباحثات المنعقدة مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية خرجت بتوافقات مهمة، بينها التأكيد على تعزيز التواجد الميداني للبنك في العاصمة عدن خلال المرحلة القادمة للعمل على تعزيز الشراكة والتعاون وتحقيق الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية. البنك الدولي سيتواجد معنا بشكل أكبر في عدن خلال المرحلة القادمة، واحنا سعداء بهذا التطورات بحيث يكون التنسيق بشكل كبير والتطوير التجربة الرائدة. احنا عارفين ان البنك الدولي يشتغل بشكل كبير وشريك لليمن منذ الستينات، وهو شريك في بناء كثير من المؤسسات الفاعلة الوطنية مثل صندوق الاجتماعي التنمية ومشروع اشغال العامة وغيرها من المؤسسات والوحدات التنفيذية. وخلال المؤتمر الصحفي استعرض المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي الدكتور ميريزا حسن أولويات اليمن ومدى تضاعفها مع الأزمة العالمية، مؤكدا الاهتمام بقطاعات الأمن الميداني والطاقة وفتح الاستثمارات وجلب الموارد المالية لهذه القطاعات.
ونحن في الموضوعين في الأمن الغذائي والطاقة دخلنا معنا شراكة استراتيجية هو القطاع الخاص ومؤسسة التمويل اليوم معنا. حجم التمويل اللي عمل في الأمن الغذائي ما يواصل الحين 150 مليون، وإحنا داخلين اليوم بعد في الطاقة المتجددة وقاعد نفتح آفاق جديدة بالنسبة للاستثمار في هذا المجال، وخصوصا جلب الموارد المالية والضمانات اللي إحنا راح نعطيها بالنسبة لتشجيع هذا القطاع. وخلال المؤتمر الصحفي أيضا جدد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور فريد بلحاج التأكيد على عدم تخلي البنك الدولي عن اليمن وشعبه ومواصلة الدعم من خلال فتح مكتب له في عدن لتعميق التعاون والاستجابة لاحتياجات اليمن عبر تنفيذ العديد من البرامج المزدوجة الإغاثية والتنموية. فاليوم في الوضع الدقيق اللي يمر به اليمن، البنك الدولي لم يتخلى ولن يتخلى على اليمن وعلى الشعب اليمني وعلى المواطنين اليمنيين. فبرامجنا هي برامج مزدوجة، في نفس الوقت هي برامج على مستوى الإنساني، مواضيع الإغاثة، وفي نفس الوقت على المستوى التنموي، وهذا شيء هام وهام جدا. ويعني دعم البرامج هذا ولدعم الوجود هذا، فنحن يعني نضع في عدن مكتب تواصل وترابط بين البنك الدولي واليمن. ولدى استقباله وفد البنك الدولي طالب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي بتكثيف تدخلات البنك لدعم سبل العيش ذات الصلة بمعاناة المواطنين ودعم مشاريع التنمية المستدامة ومشاريع البنية التحتية في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم. وفي وقت سابق في منتدى اليمن الدولي صرحت مديرة مكتب اليمن في البنك الدولي السيدة تينيا ميرا بأن البنك قدم لليمن تمويلا بمبلغ مليار دولار في العام الماضي، حيث أشارت إلى أنه لا يوجد طرفا في اليمن أو خارج اليمن يقبل باستمرار ضياع أموال الشعب المنهوبة بالفساد، واليمن بحاجة لإعادة الإعمار، مؤكدة أن المبالغ المنهوبة تكفي لإعادة إعمار اليمن وتطويره. نشرتنا الأخبارية متواصلة وفيها أيضا مناقشة الإجراءات التنفيذية لقرارات المكتب التنفيذي الخاصة بالكهرباء مع استمرار تدهور الخدمة. الوكيل الفني يتفقد عددا من المشاريع الجاري تنفيذها بمديرية مدينة المكلا. جماعة الحوثي تؤكد استعدادها للحرب من خلال عرض عسكري في تخرج دفعة جديدة من ميليشياتها. أهلا بكم من جديد.
خلال لقائه بالمبعوث الأممي في الرياض، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي على أولوية فتح معابر تعز قبل الخوض في أي ملفات أخرى، وشدد الرئيس العليمي على أهمية ممارسة مزيد من الضغوط على الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني للوفاء بتعهداتها بموجب الاتفاق، محذرا من استمرار التراخي الدولي إزاء الابتزاز الحوثي الممنهج، كما حذر من التحشيد والتعبئة المنظمة من جانب الميليشيات ما يهدد أي فرصة لتجديد الهدنة الأممية التي أوفى فيها المجلس القيادي والحكومة بكافة الالتزامات. من جانبه أعرب المبعوث الأممي عن تقديره للتعاطي الإيجابي مع جهوده من جانب المجلس الرئاسي والحكومة، مؤكدا أن فتح معابر تعز ما تزال أولوية ملحة بالنسبة لجهوده التي تسعى إلى دفع المشاورات إلى الأمام والتقدم نحو ملفات أخرى. وفي ذات الوقت أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي تصريحا صحفيا عقب مباحثات الرئيس العليمي مع المبعوث الأممي حول الحديث عن أولوية فتح الطرقات في تعز. بحثت وزارة الدفاع مع عدد من رؤساء ونواب هيئات الوزارة المتواجدين في العاصمة عدن مستجدات الأوضاع العسكرية في ظل التطورات الجارية، واطلعت وزارة الدفاع من القادة على سير العمل الإداري، مؤكدة أن المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي من الجميع القيام بواجباتهم بكفاءة عالية والانضباط الإداري والمؤسسي وتجسيد الضبط والربط البشري واللوجستي والعملياتي، مشيرة إلى حجم المسؤوليات الكبيرة الملقاة على الهيئات والدوائر في عملية بناء الجيش والتدريب والتأهيل لرفع كفاءة القوات المسلحة التي تخوض معركة التصدي لميليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني ومواجهة الجماعات الإرهابية، مؤكدة أن وزارة الدفاع ملتزمة بالقيام بواجباتها الدستورية والوطنية وتنفيذ التعليمات في ضوء توجيهات مجلس القيادة الرئاسي. في المكلا ناقش اجتماع برئاسة وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش آليات تنفيذ القرارات والإجراءات التي اتخذها المكتب التنفيذي في اجتماعه الاستثنائي الأحد الماضي حول أوضاع الكهرباء. واطلع الاجتماع بحضور وكيلي المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيد والإدارية والمالية الدكتور أحمد باصريح على سير أعمال إعداد الدراسات الفنية لمشاريع الكهرباء، والتي تشمل التواصل مع الشركات الاستشارية لإعداد الوثائق لإنشاء محطة كهروغازية بقدرة 300 ميجاوات كمرحلة أولى في حضرموت وإنشاء الخطوط الناقلة للكهرباء، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة التي لها إسهامات وتدخلات في إنجاز المشروع. هذا وتشهد مديريات الساحل انهيارا متواصل في منظومة الكهرباء، حيث وصلت ساعات الانقطاع إلى ما يقارب 20 ساعة انقطاع. تفقد وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيغ عددا من المشاريع الجاري تنفيذها بمديرية مدينة المكلا، حيث تفقد الوكيل بارزيغ سير أعمال مشروع إعادة تأهيل جولة الكتاب بمنطقة ديس المكلا، مشددا على سرعة الإنجاز في العمل مع مراعاة مستوى الجودة والمواصفات
المنصوصة في العقد، كما تفقد الوكيل بارزيق سير أعمال مشروع طريق عقبة المعاوص خلف ومشروع رصف طريق وعقبة منطقة الخزان بالمكلا، مؤكدا على الأهمية البالغة لهذه المشاريع في خدمة المواطنين في هذه المناطق والساكنين في أماكن عالية التي لا تصلها المركوبات، إضافة إلى أنها ستساهم في تسهيل حركة السير داخل مديرية المكلا. إلى ذلك تفقد الوكيل بارزيق أعمال مشروع الشق وسفلة الطريق الغليلة المقلب مبيخة ومشروع توسعة مدرسة خولة، مطلعا على الأعمال المنجزة في المشروع، كما تفقد أيضا سير أعمال مشروع إعادة تأهيل وتوسعة مدرسة خولة المرحلة الثانية، والتي تشمل عملية توسعة للصفوف الدراسية ورصف وتبليط للساحة وتركيب خيام داخل حرم المدرسة، مشيرا إلى أهمية هذه المشاريع التي تصب في خدمة الطلاب وتوفير الإمكانيات اللازمة والمتاحة لتسهيل العملية التعليمية بالمحافظة. اطلع وكيل الوزارة مدير تربية ساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون على أوضاع القطاع التربوي والتعليمي بمديريات وادي وصحراء المحافظة، وأشار الوكيل عبدون خلال لقائه سلطة الوادي والصحراء إلى ما حظي به القطاع التربوي والتعليمي بجميع المديريات من تدخلات نوعية في الوسائل التعليمية من المختبرات العلمية والحواسيب الحديثة وقاعات النشاطات وشد الشواغر في الكادر التدريسي من أبناء تلك المناطق، إضافة إلى توفير العديد من الاحتياجات والألعاب المتخصصة لرياض الأطفال، مشيدا بالأثر الكبير في مستوى التحصيل العلمي والانضباط والالتزام من قبل جميع الكوادر التي تقدر هذا العطاء المثمر للعملية التربوية والتعليمية. نظمت الإدارة السياسية بالمجلس الانتقالي بحضرموت ندوة سياسية حول ملحمة قوات النخبة الحضرمية في تحرير الساحل من الأرهاب وشهادات تاريخية لقيادات عسكرية وتحليلات لشخصيات أكاديمية وسياسية عن الأهمية الاستراتيجية لتأسيس النخبة في الدفاع عن مصالح أبناء حضرموت. وأكد رئيس انتقال حضرموت العميد سعيد المحمدي خلال الندوة على أهمية هذه الفعاليات التي توثق هذه الحقبة المهمة من تاريخ حضرموت وتسليط الضوء على الملحمة البطولية لها، مثنيا على إسهام القيادات المشاركة في تأسيس النخبة الحضرمية وصناعة النصر على قوى الإرهاب. وقدم المشاركون في الندوة شهاداتهم على أحداث وتفاصيل معركة تحرير ساحل حضرموت من القاعدة وتأسيس النخبة الحضرمية، مؤكدين على أن عملية التحرير لم تكن استلام وتسليم كما يروج لها البعض، بل كانت عملية عسكرية جرى لها التحضير بشكل منظم ومدروس مع قيادات التحالف العربي حققت أهدافها بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بتضحيات قوات النخبة، مشيرين أن ثمن التحرير دفعته حضرموت بسقوط العشرات من الشهداء والجرحى وأن النخبة الحضرمية تحظى بالتفاف شعبي، مطالبين بتقويتها وتسليحها بالسلاح الثقيل وانتشارها في مناطق وادي حضرموت. تم عمل ندوة لتوثيقها، هذه مرحلة تاريخية في منعطف مهم لتاريخ حضرموت، تلك تحرير المكلا من ساحل حضرموت من تلك العصابات الإرهابية. اليوم نفتخر أن لدينا المجلس الانتقالي يؤكد أن النخبة الحضرمية خط أحمر، ويفتخر ويعتز بها النخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية والحزام الأمني وكل القوات الجنوبية. نحيي هذه المناسبة اليوم بمشاركة رجال ساهموا في صنع هذا النصر والتحرير منذ البدايات الأولى لتشكيل قوات النخبة الحضرمية، وستظل هذه المناسبة وذكرى من ضحوا بأرواحهم واستشهدوا ومن صنع هذه الملحمة البطولية من قادة عسكريين وجنود، ستظل ذكرى خالدة في سجل التاريخ الحضرمي الحديث والمعاصر مدى الدهر، كما ستظل ذكرى خالدة في أفئدة أجيال الجنوب الصاعدة وحضرموت خاصة، ذكرى نستلهم منها العبر والدروس في التضحية والاستبسال في الحفاظ والذود عن الأرض والعرض. نظمت الإدارة الاقتصادية بانتقال حضرموت ورشة عمل عن الثروة السمكية بالمحافظة والإجراءات المكملة للحفاظ على البنية البحرية،
وقدمت في الورشة 3 أبحاث عن أهمية الثروة السمكية وكيفية الحفاظ عليها والمخزون السمكي وأسباب انخفاضه، بالإضافة إلى ظاهرة التلوث وأثرها على البيئة البحرية. وأكدت الورشة على ضرورة تقديم الدعم لهيئة المصائد السمكية بقوارب لمراقبة المصائد السمكية لتفعيل دورها الرقابي، والتزام الجمعيات السمكية بالسماح لممثلي الهيئة بأخذ البيانات الإحصائية من مختلف مراكز الإنزال. كما أكدت على أهمية الجانب الإعلامي في رفع الوعي لدى المواطنين للحفاظ على البيئة البحرية. وأوصت الورشة بمراجعة وتقييم لائحة الصيد التقليدي بإشراك الجهات العلمية والمختصين ذات العلاقة. بدأت بالمكلا أعمال اللقاء التشاوري 3 لقيادات المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي برئاسة المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور محمد باسليم. وفي اللقاء أكد الدكتور باسليم على أهمية عقد اللقاءات التشاورية لقيادات ومنتسبي المؤسسة للوقوف أمام قضايا تحسن الأداء وتطوير العمل الطباعي ومعالجة أي قصورات أو اختلالات، حاثا على بذل المزيد من الجهود وبث روح التعاون والتكامل لرفع كفاءة المؤسسة وفروعها والاهتمام بتنفيذ الخطط الإنتاجية وتحديثها باستمرار. هذا ويناقش اللقاء على مدى 2 مستوى إنجاز الخطط الطباعية ومناقشة الإشكالات التي تواجه العمل ووضع المقترحات الهادفة تطوير وتحديث أنشطة المؤسسة وفروعها. دعا مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية مدينة المكلا شركة الأهرام بعمل حلول سريعة لمنع تسرب الزيوت والديزل إلى الشارع العام من موقع المولدات بمحطة المنورة بالمكلا. جاء ذلك خلال نزول ميداني إلى الموقع المتضرر الذي سببه الزيوت والديزل السائل من مولدات الكهرباء التابعة لشركة الأهرام للطاقة المشترى. وأوضح مكتب الأشغال أن مثل هذه الظواهر تتسبب في حوادث المركبات المارة من الشارع الرئيس أمام بوابة المؤسسة العامة للكهرباء، وكذا إتلاف الإسفلت، محذرا جميع المسؤولين التابعين للشركة شركة الأهرام المتواجدين بموقع المولدات بعمل الحلول السريعة ومنع تسرب الزيوت والديزل إلى الشارع العام، ومحمليه مسؤولية أي ضرر ناتج عما تم ذكره. ضبطت الأجهزة الأمنية بمدينة الشحر شخصين في أحد الفنادق بالمدينة وبحوزتهما ما يقارب 2 جرام من مادة الشبو المخدرة وأدوات استخدام في تعاطي هذه المادة الخطيرة. وذكرت مصادر للإعلام الأمني بالشحر أن عملية الضبط جاءت بعد معلومات ومصادر أمنية من رجال المباحث والتحريات وبعد إذن من النيابة العامة بالتفتيش، داهمت قوة من الأمن العام الفندق وتمكنت من إلقاء القبض عليهما. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وإيداع المتهمين في الحجز لتحويلهما إلى قسم مكافحة المخدرات بالمكلا. هذا ودعت الأجهزة الأمنية بالشحر المواطنين وعقال الحارات بالإبلاغ الفوري عند الاشتباه في الأشخاص إلى أقرب مركز شرطة أو دورية أمنية. نظمت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة شبوة بالتعاون مع مركز عدن للتوعية بخطر المخدرات حفلا خطابيا وتكريميا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. ولفت محافظ المحافظة الشيخ عوض ابن الوزير خلال الحفل بأن آفة المخدرات من أكبر المشكلات التي تواجهها السلطة المحلية، مؤكدا الالتزام بالتعهد العالمي لمكافحتها وموجها كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بتعزيز النشاط الرقابي والبحثي والاستخباري على منافذ المحافظة لمحاربة ظاهرة التهريب. وأوضح مدير إدارة الأمن بالمحافظة عن القبض على 48 من المتورطين بقضايا الاتجار والتعاطي بالمخدرات، من بينهم 6 من كبار المطلوبين أمنيا في جرائم المخدرات. هذا وجرى في ختام الحفل تكريم عدد من الجهات الرسمية والمجتمعية الداعمة لجهود مكافحة المخدرات بالمحافظة. في محافظة المهرة نظمت قيادة الأمن والشرطة احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار معا لنحمي أبنائنا من المخدرات. ودعت الكلمات التي ألقيت في الحفل
شيوخ القبائل إلى توقيع ميثاق شرف لنبذ تجارة المخدرات والمروجين وعدم التعاطف معهم وتثمين دور الأجهزة الأمنية الدور التوعوي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني وقيامها بحملات توعوية وتوحيد الجهود لمحاربة آفة المخدرات بجميع أشكالها وإبلاغ الجهات الأمنية عن المتعاطين والمروجين وأماكن تواجدهم. وفي ختام الحفل تم تكريم الأشخاص والجهات الداعمة والتي لها دور كبير في نجاح حملة مكافحة المخدرات. تزامناً مع تمديد الهدنة الأممية وبحث سلام عادل وشامل في اليمن والمنطقة، تظهر جماعة الحوثي وبإشراف من قادتها التخريبية والداعية للإرهاب في عموم البلاد في حفل تخرج دفعة جديدة من ميليشياتها ضمت جميع التشكيلات العسكرية بالمنطقة العسكرية المركزية في صنعاء في تأكيد منها على استعدادها لحرب قادمة. تحت مسمى البأس الشديد بهذا الاسم ظهرت ميليشيات الحوثي الإرهابية في حفل تخرج دفعة جديدة من ميليشياتها في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة والجهات الداعمة لعملية تحقيق سلام عادل وشامل في اليمن وبحث الفرص لتمديد الهدنة الأممية، ولكن هذه المرة استغلت جماعة الحوثي كل مشاورات واتفاقيات الهدنة في حشد المقاتلين ورفع وتيرة تجنيد الأطفال وتحريك الأسلحة لجبهات القتال. جماعة الحوثي صرحت خلال تخرج دفعة من ميليشياتها أن الهدنة تستخدمها جميع الأطراف لترتيب أوضاعها، مستعرضة تعنتها وهمجيتها خلال التصريح بقولها نحن أقوى وأكثر استعدادا وجهوزية منهم، في موقف يوضح استعدادها لمواصلة حربها العبثية وارتكاب العديد من الجرائم التي تسجل في سجلها الأسود دون الاكتراث لكل الحلول والمقترحات التي تهدف إلى إحلال السلام في اليمن والمنطقة. ميليشيات الحوثي لم تستجب لكل الحلول والمقترحات التي وضعت على طاولة المشاورات، الأمر الذي يوضح فيه أسباب مماطلة تلك الجماعة في عدم اتخاذ القرارات واعتماد المقترحات التي وضعها المبعوث الأممي وآخرها التي كانت في مشاورات المرحلة الثانية من الهدنة. كل هذه الدلالات والمؤشرات تؤكد عدم جدية جماعة الحوثي في تحقيق السلام في اليمن وإنهاء معاناة المواطنين من هذه الحرب العبثية التي تصب في مصلحة جماعة الحوثي والدول المساندة لها. ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. مناقشة الإجراءات التنفيذية لقرارات المكتب التنفيذي الخاصة بالكهرباء مع استمرار تدهور الخدمة. الوكيل الفني يتفقد عدداً من المشاريع الجاري تنفيذها بمديرية مدينة المكلا. جماعة الحوثي تؤكد استعدادها للحرب من خلال عرض عسكري في تخرج دفعة جديدة من ميليشياتها. نشرتنا الأخبارية انتهت، شكراً لطيب المتابعة، إلى اللقاء.